مدن مشاهدين الكرام، فتحت البوابات على بركة الله على مسافة 2400 متر، أطول المسافات المعتمدة في الميدان السعودي على هذا الشوط المتميز على كأس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وقيمة الجائزة 120 ألف ريال بالجمل التكتيكية المعروفة. يبدأ الأحمر عبر بروف الدانسر إلى المركز الأول، بينما ساهم غصاب الملاحقة الجميلة ليتم خدمة بقية الأسماء المشاركة. يبدأ الآن سام غصاب إلى المركز الأول، بريفو الدانسر إلى المرتبة الثانية. الصورة بعيدة جدا جدا عن بقية الأسماء لأن الانطلاقة سريعة، يحلق في سماء الفروسية، يصنع الشوط لبقية الأسماء المهمة. الأهم الظفر بكأس هيئة الهلال الأحمر السعودي. هنا معانقة الذهب في سابعة أشواط الأمسية المتميزة الكبيرة. يأتي عبد الله سليمان العظيب يراقب بيل أوت بيبي، وأيضا يراقب روسين باوم، وأيضا نواف الفيروز يترقب ستاونش، وكذلك يشاهد ريج دروبن. مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء، بيل أوت بيبي يأتي في المرتبة الثانية، روسين باوم في المرتبة الرابعة، وكذلك الأسماء بدأت بالتحرك. يأتي الآن بيل أوت بيبي للمركز الأول، يخطف الصدارة، بينما ستاونش يأتي في المرتبة الثانية، وكذلك روسين باوم إلى المرتبة الثالثة. أحمر أخضر أحمر أخضر، اسطبلت عريقة، اسطبلت متميزة في الجياد المستوردة. هنا مراحل الحسم، هنا الانتظار، عشاق الدخول يبدأون والتحركات المدروسة تبدأ. يأتي بيل أوت بيبي إلى المركز الأول، ستاونش يبدأ بالتحرك ليحافظ على قائمة الملاك للمستورد، ولكن بيل أوت بيبي يحاول أن يعيد الصدارة لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. ستاونش قادما، وكذلك ستون كاتر إلى المركز الأول مع ريتش روبن. ستون 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 كاتر قادما، ريتش روبن على خط النهاية، ريتش روبن بالأخضر. ما شاء الله تبارك الله، انطلق من البوابة الأولى وحضر في المركز الأول.